الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: مثل نوره كمشكاه، صدق الله العلي العظيم. المشكاه كما شرحنا هذه المفردة القرآنية سابقا هي منبع ومصدر النور، منبع النور في الغرفة، الكوة التي كانت تجعل في مكان مرتفع، في هذه الكوة كانوا يجعلون المصباح، هذه الكوة، هذا المكان الذي منه يأتي شعاع النور إلى الغرفة، هذا المكان يسمى بالمشكات. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة في سورة النور يقول: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاه. المشكاه في هذه الآية المباركة كما ورد في التفاسير هي فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. النور كما يفسرونه طبعا في البعد المادي، النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره. أنت تريد أن تنظر إلى نور الشمس، لا تحتاج إلى شيء، نور الشمس هو واضح، ولكنك إذا أردت أن تنظر إلى شيء آخر تحتاج إلى وجود الشمس، وجود نور الشمس أو أي نور آخر تحتاج إلى وجود نور. في ظلمة لا تتمكن أن ترى شيئا. المقطع الأول من هذه الآية المباركة اجعلوه جانبا، استيعاب هذا المقطع عملية صعبة جدا، العبارة غامضة جدا. هناك بعض التفاسير لا بأس بها كمعرفة المعنى الظاهري، قشرة ظاهرية من هذا المعنى، نعم، أما ما هو عمق
معنى هذه الألفاظ صعب. البعض من المفسرين حاول محاولات ولكن كلام من دون دليل. المقطع هو المقطع الأول من هذه الآية المباركة، الله نور السماوات والأرض، يعني ماذا؟ وجود الله سبحانه وتعالى هذا أوضح الواضحات، أبده البديهيات، وجوده عز وجل شيء جدا واضح، صفاته واضحة، ولكن معرفة ذاته عز وجل مستحيل استحالة عقلية لكل المخلوقات، ومعرفة ما يرتبط بذاته عز وجل صعب جدا، صعبة جدا. الإنسان يعرف أشياء مرتبطة بذات الله عز وجل. هذه الآية المباركة يبدو من ظاهرها تتحدث عن ذلك البعد. هذا المقطع لعله أقول قيل لأهله، هذا المقطع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هناك أسرار بين الله سبحانه وتعالى وبين أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في القرآن الكريم، أسرار كثيرة، لعل هذا المقطع من تلك الأسرار. يعني ماذا الله نور السماوات والأرض؟ المعنى الظاهري نعرفه، ولكن هذا هو المقصود؟ القرآن الكريم ذكر مثالا لهذا المعنى الغامض لعله لتقريب الصورة، مثال لعله يكون أقرب إلى فهم شيء من عمقه، لا أقول كل العمق، شيء من عمقه. مثال لنور الله سبحانه وتعالى، ما هو المثال لنور الله سبحانه وتعالى؟ الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، وهذا ما نعرف شيئا من أبعاده. مثال نور الله الصديقة الكبرى، هذا نفهم بمراجعة الآيات القرآنية التي تتحدث عن نور الله، وبمراجعة الأحاديث الشريفة التي تتحدث عن نور الله، وربط هذه الآيات والروايات الشريفة، نتوصل إلى بعض المعاني ونتوقف، لأنها صعبة على بعض العقول. هذا أيضا نتركه جانبا مراعاة لبعض العقول. نأتي إلى أصل المشكات، هذه المشكات التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثلا لنوره عز وجل. مستحيل أن الأمور المادية التي نفهمها عن هذه المشكات عن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها تكشف لنا هذا البعد منها. مثال نور الله أو مثل نور الله، لا أقول مثال، مثل، مثل نور الله سبحانه وتعالى نريد أن نفسره بأمور مادية، مستحيل. ولكن نأخذ نقاطا. النقطة الأولى، في عالم الملائكة الله سبحانه وتعالى أحاديث خلق الأنوار، رأيتم هذه الأحاديث، قرأتموها، سمعتموها،
الأحاديث التي تروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الله سبحانه وتعالى في بدء الخلق خلق خمسة أنوار، ثم من كل نور فتق كل نور وخلق منه أشياء. فتق نور رسول الله خلق منه أشياء، فتق نور أمير المؤمنين خلق منه أشياء، فتق نور سيدة نساء العالمين خلق أشياء، فتق نور الإمام المجتبى خلق أشياء، فتق نور الإمام سيد الشهداء خلق أشياء. ثم الملائكة خلقت من أنوارهم، ثم الله سبحانه وتعالى صنع تماثيل لعلها من نور من هذه الأنوار لكي تتعرف الملائكة على هذه الأنوار. الأنوار بذلك المعنى الذي هو واقع أهل البيت، الملائكة لا تتمكن أن تتعرف عليها. الله عز وجل خلق تماثيل حسب تعبير الرواية الشريفة، أشباح، تمثال معين، حتى يعرف الملائكة هذه الأنوار شيئا ارتباطا بهذه الأنوار. ثم ماذا صنع؟ أقرأ لكم نص الرواية الشريفة، كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث، في مقطع من هذا الحديث: ثم إن الله عز وجل خلق الظلمة بالقدرة فأرسلها في سحائب البصر. ظلمة تسلطت على الملائكة، فقالت الملائكة: سبوح قدوس، ربنا مذ عرفنا هذه الأشباح ما رأينا سوءا، فبحرمتهم إلا كشفت ما نزل بنا. دعاء الملائكة بمن؟ توسل الملائكة بمن؟ فبحرمتهم إلا كشفت ما نزل بنا. فهنالك خلق الله تعالى قناديل الرحمة وعلقها على سرادق العرش، فقالت يعني الملائكة: إلهنا، لمن هذه الفضيلة وهذه الأنوار، هذه القناديل، قناديل أنوار حسب تعبير الرواية الشريفة، قناديل الرحمة، هذا من أي مصدر؟ فقال عز وجل: فقال: هذا نور أمتي فاطمة الزهراء. فلذلك سميت أمتي الزهراء، لأن السماوات والأراضين بنورها ظهرت. البعض لعله يتصور أن هذه الظلمة ظلمة مادية تسلطت على الملائكة، لا، لعل البعض يتصور أن هذه مسرحية، تمثيل، الله عز وجل يريد أن يعرف الصديقة الكبرى صلوات الله عليها للملائكة، فصنع ظلمة ثم صنع من نور فاطمة قناديل وأضاءت السماوات والأرضين. لا، القضية ليست مسرحية، والقضية ليست ظلمة مادية، هذا واقع. الملائكة ترتقي، تصعد في مكانتها، في مقامها، في هذا الصعود توجد ظلمة واقعية. لا أريد أن أعبر تعبيرات ثانية لعل الانطباع يكون سيئا، لا، هناك واقع، هذا الواقع في عالم الملائكة بدون أهل البيت توجد ظلمة، ظلمة، ظلمة واقعية، وليس ظلمة مادية محضة، ظلمة واقعية مرتبطة بالملائكة في عالم الملائكة. لعلي أقول في الملائكة أنفسهم،
ظلمة، وهذه الظلمة لا تكشف واقعا، هذا شيء خلق الله عز وجل، هذه الظلمة لا تكشف، لا طريق لكشفها إلا بنور فاطمة صلى الله عليه وسلم. ننزل من هذا العالم الوسيع إلى عالم الدنيا. عالم الدنيا عالم ضيق جدا، كل شيء ضخم عظيم يريد أن يدخل إلى عالم الدنيا يلزم أن يصبح صغيرا. الشيء الضخم لا يتمكن أن يدخل إلى عالم الدنيا. أمثل لكم مثالا ماديا، يعني شيء مرتبط بالمادة. جبرائيل شكله الخارجي الظاهري غير مقام جبرائيل سلام الله عليه، شكله الخارجي ضخم جدا، يعني لو أراد الإنسان أن يرى جبرائيل بصورته يملأ الشرق والغرب، ولكن جبرائيل يريد أن يدخل إلى عالم البشر إلى عالم الدنيا يلزم يضطر أن يصغر نفسه، يجعل نفسه بصورة دحية الكلبي، بصورة إنسان صغير الجسم، حتى يتمكن الناس أن يروه. هذا شكل جبرائيل، فكيف بواقع جبرائيل أصلا؟ غير ممكن. إطار الدنيا إطار صغير، غير ممكن أن تجعل في هذا الإطار الصغير شيء ضخم. كل شيء في الدنيا صغير، حجمه حجم صغير. يا أخي أترك جبرائيل. العلماء العباقرة العظماء تظهر عظمتهم في الدنيا؟ لا يمكن. كم هي نسبة العظمة التي تظهر من شخص عظيم في الدنيا؟ شيء قليل. علم العلماء يظهر في الدنيا، العالم يتمكن أن يظهر كل ما يعرف؟ لا يتمكن. الدنيا دنيا صغيرة، عالم صغير، كل شيء في هذا العالم صغير. هذه المشكات التي هي مثل نور الله سبحانه وتعالى يدخل إلى هذا العالم، لا يمكن أن يرى الناس تلك المشكات مثل نور الله عز وجل، يرونها بواقعها، مستحيل مستحيل مستحيل. يعني اجتماع النقيضين، يعني جعلوا ماء البحر في استكانة صغيرة، غير ممكن. إطار صغير تريد أن تجعل شيئا ضخما فيه. نعم يظهر هذا الشيء الضخم الكبير بمظهر، بالنسبة إلى هذا الشيء الكبير لا شيء. مصدر النور مشكات. امرأة ليست من شيعة أهل البيت وليست من شيعة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، امرأة فلانة تعرفونها، هي تقول ليست شيعية، تقول كنا نخيط ونغزل وننظم الإبرة في الليل في ضوء وجه فاطمة. أسأل منكم سؤالا، هل سمعتم مثل هذا الشيء؟ استثنوا رسول الله وأهل البيت المعصومين الأربعة عشر عليهم الصلاة والسلام، هل سمعتم؟ لا أقول رأيتم، حتما ما رأيتم، هل سمعتم مثل هذا الشيء؟ شخص في الدنيا يعيش يكون له نور مادي دائما، نور مادي ليس نورا ضعيفا، يقولون الشخص الفلاني نوراني، نوراني يعني شيء، يعني نرى فيه الخير، أما النور نور نور مادي، وجهه يكون منيرا نورا ماديا دائما. كنا كلمة كان تدل على الاستمرارية، القضية ما حدثت مرة واحدة، لا بصورة عامة. كانوا إذا أرادوا أن يجدوا شيئا في الليل المظلم يحتاجون إلى نور، نور مادي يعني.
هذا النور المادي دائما نور مادي، ليس نورا ماديا ضعيفا، نور مادي يكشف الأشياء الصغيرة الدقائق، يعني نور مادي قوي، نور مادي قوي دائما كان في وجه فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. الشيء غريب جدا، الشيء لا نظير له. أنا ما وجدت، إذا أحد وجد بالنسبة للأنبياء السابقين مثل هذا الشيء أستفيد. أنا ما وجدت ولا سمعت أن أحدا من الأنبياء بمكانتهم العظيمة كان له نور مادي دائم لوجهه بهذه القوة. طبعا بالنسبة إلى تلك المشكات لا شيء، ولكن هذه الدنيا الصغيرة يظهر مصدر النور، مثل نور الله يظهر بهذا المظهر. إلى عالم المحشر، هذا الحديث مشهور، أحاديث طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله أكثرها، بعضها عن بقية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، مواقف سيدة نساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها في القيامة في المحشر، كيف تدخل إلى المحشر، ماذا تصنع، تذهب إلى باب الجنة، ماذا تقول، ماذا يقال لها، الله عز وجل يخاطبها مباشرة، روايات أحاديث شريفة عديدة. في إحدى الأحاديث الشريفة، وحتما سمعتم هذا الحديث، حديث مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله، كيف تدخل الصديقة الكبرى صلوات الله عليها إلى المحشر، مظهر عجيب لو تأمل الإنسان فيه، مظهر عجيب جدا. يحيط بها 280,000 ملك، شيء عجيب أن تتصور 280,000 إنسان، كم الموكب ضخم، فكيف إذا كانوا ملائك. هذا ناهيك عن الحور العين التي تخرج من الجنة وترافق هذا الموكب، لعله في بعض الروايات التي أتذكرها الآن لعله 70,000 من الحور العين. هؤلاء يحيطونها والملائكة تحيط تلك الحور العين، هكذا موكب يأتي إلى أول المحشر يقف. هنا الخلائق تسمع صوتا قويا شديدا، أنا أقول صوت أقوى من صوت الصاعقة. الحديث الشريف ماذا يقول، رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول، يقول جبرائيل يأخذ خطام ناقة الصديق الكبرى، طبعا هو هذا يحتاج إلى تفسير، جبرائيل هذا سيد الملائكة يأخذ خطام ناقتها إلى أن يصلوا إلى بداية المحشر. هذه عبارة النبي صلى الله عليه وآله، فينادي جبرائيل، فينادي بأعلى صوته، جبرائيل هذا الملك العظيم إذا أراد أن ينادي بأعلى صوته، هذا أي صوت يكون، هكذا يصرخ على الناس على الخلائق، ماذا يقول، يقول غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. فلا يبقى نبي ولا رسول ولا صديق ولا شهيد إلا غضوا أبصارهم. هذا النداء، تفسيري أنا لهذا النداء أنه ليس أمرا تشريعيا، هذا أمر تكويني، يعني جبرائيل لا يأمر الناس يقول افعلوا، لا، يتصرف في الناس، جبرائيل مقتدر، جبرائيل له قوة كبيرة، ينادي بهذه الطريقة يتصرف في الناس، لا يتمكن أحد أن يرفع عينيه.
يعني أمر تكويني. الصديقة الكبرى محاطة بهذه الآلاف، بعشرات الآلاف من الملائكة من حور العين، مع ذلك الكل يلزم أن يغض بصره، الكل. النبي صلى الله عليه وآله يقول: فلا يبقى نبي ولا رسول. هذا ليس كلامي، حتى الأنبياء حتى الرسل، طبعا باستثناء رسول الله، باستثناء أمير المؤمنين، باستثناء أبنائه الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، حتى الأنبياء. هذه مشكات. أية مشكات؟ مثل نور الله سبحانه وتعالى، ثم تقف على باب الجنة تطلب الشفاعة من الله عز وجل، شفاعة مطلقة بدون أي حدود، الله عز وجل يعطيها. اشفعي تشفعي، تشفع. نرجو أن نكون ممن تشملهم شفاعتها. تشفع هي تدخل، تدخل شيعتها محبيها معها إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وآله في آخر هذا الحديث يقول: عندما تشفع الصديق الكبرى صلوات الله عليها وتدخل وتدخل عدد الله العالم كم هو عدد من تشفع لهم الصديق الكبرى، تدخلهم إلى الجنة، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: فيقر الله بذلك عين محمد. نور الصديق الكبرى في عالم الملائكة، نورها في عالم الدنيا، نورها في المحشر، هذا هو واقع نورها، حاشا لله. هذا النور العظيم الذي أنار عالم الملائكة عظيم جدا بالنسبة للصديق الكبرى، لا شيء، مثل نور الله. نورها في الدنيا، نورها في المحشر. ما هو واقع وحقيقة نور سيدة نساء العالمين؟ حقيقة نورها الإمام الحسن الزكي المجتبى، حقيقة نورها الإمام سيد الشهداء الحسين، حقيقة نورها الأئمة الأحد عشر من ذريتها، حقيقة نورها الإمام المهدي من آل محمد. لا تنسوا الكلمة التي وردت في حديث خلق الأنوار، الله عز وجل يخلق من نور فاطمة قناديل، كلمة قناديل في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: أنا كذا كذا كذا، إلى أن يقول وقنديل، يعني أنا الإمام الصادق يقول: وقنديل من قناديل بيت النبوة. هذا واقع نورها الذي طبعا لا يمكن أن يصل إليه الملائكة فقط، لا حتى الأنبياء، استثنوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت، لا أحد يعرف واقع هذا النور. طبيعي، هذا مثل نور الله لا يعرفه أحد. هذا النور العظيم وميض منه موجود في قلبك، هذا الوميض الذي يسمى بحب فاطمة. لا أقصد الحب
المكذوب، نعم المكذوب، الحب لفاطمة الزهراء الذي يكون مع حب أعدائها، هذا حب مكذوب، كذب. الحب لفاطمة الزهراء الذي يكون معه الحب لقتلة فاطمة الزهراء، هذا حب مكذوب، كذب. الذي يدعي أنه يحب فاطمة ويحب قتلة فاطمة، هذا يكذب في حبه لفاطمة الزهراء. الشيخ البهائي بالنسبة إلى ذلك الشخص يقول: كذبت والله في دعوى محبته، محبة أمير المؤمنين، تبت يداك ستصلى في غد سقرا. كذب. الذي يحب أمير المؤمنين ويحب أعداء أمير المؤمنين هذا يكذب، لا يحب أمير المؤمنين. هذا الذي يقول أنا أحب فاطمة ويحب قتلة فاطمة، هذا مستحيل لو كان في قلبه ذرة من حب قتلة فاطمة، يكذب في حبه لفاطمة، كذاب. لا أقصد ذلك الحب، أقصد الحب الموجود في قلبك، الحب الذي يكون لأجل فاطمة، الحب الذي يكون معه البغض لقتلة فاطمة، الحب الذي يكون معه البغض لكل من ينحرف عن طريقة فاطمة الزهراء، الحب الذي يكون معه بغض لكل من عنده شيء قليل من حب قتلة فاطمة، هذا الحب قصدي، هذا وميضا من ذلك النور، وما أعظمه من وميض. يا سلمان، حب فاطمة مضمون الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله، حب فاطمة ينفع في 100 موطن أهونها القبر والصراط والحساب. هذا موجود، ولكن الحب درجات، الحب الموجود في قلبي درجة، والحب الموجود في قلب سلمان درجة. الحب موجود، ولكن ممكن أن الإنسان يجعل هذا الحب يملأ قلبه؟ نعم ممكن، ليس مستحيلا، يعني لا يكون في هذا القلب إلا هذا الحب، يحب فاطمة ويحب ما أحبته ويحب من أحبته، أي شيء أو أي شخص، يبغض كل ما أبغضته فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ويبغض كل من أبغضته فاطمة الزهراء. ممكن، ممكن، ممكن أن نملأ هذا القلب بهذا الحب، شيء ممكن غير مستحيل، طبعا درجات، ولكن هذا الشيء الموجود، هذا الشيء الذي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ينفع الإنسان في 100 موطن أهونها هذه المواطن الصعبة الصعبة، هذا الحب يلزم أن يبقى في درجة؟ لماذا؟ ممكن تنمية هذا الحب؟ طبعا التوفيق يلزم أن يكون من الله عز وجل، الإنسان يطلب التوفيق، المعونة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يطلبها، ويسعى الإنسان أن ينمي هذا الحب، لا يبقى في مرحلة. طبعا أدنى درجات هذا الحب، أدنى درجات هذا الحب ينجي، ينجي من الأهوال، ولكن لماذا الإنسان يكون في أدنى الدرجات يصعد؟ أختم كلامي بأبيات، هذه الأبيات: الكل صغار أمام عظمة الصديق الكبرى، ولكن هذه الأبيات لفقيه لمرجع تقليد كبير رضوان الله تعالى عليه، يقول: درة أشرقت بأبهى سناها، فتلألأ الورى فيا بشراها، لمع الكون من سنا نور قدس،
بسناناره أضاء طواها. يا لها لمعة أضاءت فأبدت لمعات. ما هو هذا؟ مصدر النور. يا لها لمعة أضاءت فأبدت لمعات أهدى الأنام هداها. يا جمادى كفاك فخرا لدى الأشهر مهما تفاخرت في علاها. كشف الله فيك عن سره الغيب وأهدى البتول للطهر طاها. طلعت في سما العلا شمس قدس، زهرت عن ذرى النهى زهراها. هي نور الله الذي ليس يطفى، وهي الصفوة التي أصفاها. دوحة عمت البسيط ثمارا، زهرة نور الورى قمراها. الحسن والحسين. دوحة عمت البسيط ثمارا، زهرة نور الورى قمراها. نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة هذه الأيام العظيمة، ببركة هذه الأيام المباركة المنتسبة إلى الصديق الكبرى، في مثل هذه الأيام مولد ذلك النور الإلهي العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى بحقها، بمكانتها، بحق أبيها وبعلها وبنيها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم بحقهم بارك لنا في حبهم، اللهم بحقهم زد في قلوبنا حبهم وحب أوليائهم وبغض أعدائهم. لا تفرق اللهم بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. ارزقنا زيارتهم في الدنيا، خدمتهم في الدنيا، اتباعهم في الدنيا، شفاعتهم في الدنيا والآخرة، جوارهم في الجنة. إنك مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.